السلام عليكم، معكم علي، أهلا وسهلا بكم بدرس جديد. إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نتكلم في هذا الفيديو عن أفعال الكون. طبعا تكلمنا في فيديو سابق عن أفعال الكون am, is, are, was, where بشكل مفصل. نأخذ اليوم بشكل سريع am, is, are, was, where. نتكلم عن be، كل حالات بي باللغة الإنجليزية متى استخدمها. طبعاً بي هي مصدر أفعال الكون. أم إز آر الشكل الأول لأفعال الكون، واز وير الشكل الثاني، بين الشكل الثالث لأفعال الكون. لماذا سميت أفعال الكون؟ من الفعل يكون، أنا أكون، أنت تكون، هم يكونوا، وهكذا. أم إز آر بمعنى يكون، الكل يكون، لكن عندنا I am، he، she، it، is، we، you، they، are. ممكن شخص يسأل، طيب يسأل am يكون، is يكون، are يكون، طيب ليه نستخدم واحدة منهم؟ لا خلاص، احنا اللغة الإنجليزية يستخدمون الثلاث أفعال كون صح بنفس المعنى، لكن I am لا صعنا نقول I is، ولا صعنا نقول he am، ولا صعنا نقول she are. إذن we are، you are، they are. احفظها بهالشكل هذا. عندنا سبع ضمائر بالترتيب هذا تساعدني أكثر. I، he، she، it مع بعض. We، you، they. دائما احفظها بالطريقة هذه. عندنا I am، he، she، it، is. We، you، they، are. الماضي من am و is was، يعني I was، أنا كنت. He was، هو كان. إذن am الماضي منها was، و is أيضا الماضي منها was. الماضي من are where. been هي الشكل الثالث لأفعال الكون. لاحظ am is are كانوا ثلاث أشكال، أصبحوا شكلين was where، بالأخير رجعوا شكل واحد been. والمصدر أفعال الكون يعني أم أفعال الكون نسميها be. ايضا في عندنا being نستخدمها بالازمنه المستمره، راح نشوف امثله كثير عليها. يكون تركيزنا بهذا الدرس عن be being، وايضا ناخذ امثله على am is are was where been اللي حب يرجع عليهم كما قلنا في فيديوهات سابقه. لكن ركز في هذا الفيديو على be، كل حالات be متى استخدمها، وعندنا been being. بشكل سريع am is are was where شرحناها بشكل مفصل فيديوهات سابقة. اللي يحب يرجع على verb to be، أفعال الكون am is are was where على القناة. He is happy، هي الجملة هو سعيد. كما قلنا سابقا يجب أن تحوي كل جملة إنجليزية على فعل. إذا لم يكن هناك فعل واضح مثل يأكل، يشرب، ينام، يكون عند إذن فعل كون am is are. مثلا هو سعيد، هو ضمير، he سعيد، happy. إذا كتبنا هي happy خطأ، إذا الجملة خاطئة يجب أن تحوي على فعل. ما هو الفعل؟ فعل كون am is are. هي is happy، هو يكون سعيد. إذا لازم بالجملة الإنجليزية يجب أن تحوي على فعل، لا نستطيع أن نقول هي happy هو سعيد. لاحظ ما لا يوجد فعل. إذا لم يكن هناك فعل يكون الفعل am is are، فعل كون، تصبح هي is happy. I am happy، لا صعنا نقول I happy، يعني يعرف I أنا، happy سعيد، خلصنا. يجب أن تحوي على فعل، لا يوجد فعل يأكل، يشرب، ينام، معناته عند إذن يكون am is are. I am happy. دائما نسأل شخص I شو ترجمته، يقول أنا. طيب am أيضا أنا؟ لا، I أنا، am يكون، happy سعيد. إذن أنا أكون سعيد. He is happy. نقول ماذا ترجمة هي؟ يقول هو. طب is أيضا هو؟ لا، is يكون، هي فعل، لأن بالجملة الإنجليزية يجب أن تكون فاعل وفعل وتكملة الجملة. الفاعل هي، الفعل is، وتكملة الجملة happy صفة. أيضا they are happy، هم سعداء. الفعل الكون هو are، يعني هم يكونوا سعداء.
الماضي كانوا سعداء. الماضي من كما قلنا am is was he was happy كان سعيد. من الذي كان؟ هو he. They were happy كانوا سعداء. إذن هاي بالنسبة لاستخدام am is are was were. أيضا انتبه دائما وأبدا is are is مع المفرد، يعني يكون إذا كان فاعل بداية الجملة مفرد واحد يعني is، إذا كان جماعة نستخدم are. طبعا was أيضا مع المفرد، وعندنا where مع أيضا الجمع يعني بداية الجملة. لاحظ أيضا am is are تأتي was were مع الأزمنة المستمرة. He is reading a story هو يقرأ قصة. إذن هذا لاحظ زمن مضارع مستمر، الحين يرجع على درس المضارع المستمر. He was reading a story كان يقرأ قصة، أيضا هذا ماضي مستمر. أيضا الفعل was read مضاف له ing، إذن هذا الفعل. أيضا يستخدم am is are بالمبني المجهول. The door is opened إذن يفتح الباب، إذن هذا نسميه مضارع مبني المجهول. الحب أيضا يرجع لدروس المبني المجهول. The door was opened إذن فتح الباب. This is a book هذا كتاب. أيضا تأتي بعد أسماء الإشارة، طبعا عندنا أسماء الإشارة this that بعدهم is these those نستخدم بعدهم are. لأن this that بالمفرد these those بالجمع. أيضا بعد there are some books يعني يوجد بعض الكتب، أو عندنا there is a book يوجد كتاب. أيضا are مع الجمع لأنه بعدها جمع، is مع المفرد. there are بمعنى يوجد، و there is أيضا يوجد، لكن is كما قلنا المفرد و are مع الجمع. أيضا نستخدم is مع، طبعا يكون عندنا it مع الحديث عن الطقس، أيضا الحديث عن المسافة، والحديث عن الوقت. إذا نستخدم it وبعد يكون is. عندنا أيضا لوصف مشهد أو معين it is dangerous to drive fast يعني الخطر لتقود بسرعة كبيرة. it is sunny إنها مشمسة، نتكلم عن الطقس دائما نستخدم it is. it is not far from here إن ليست بعيدة من هنا. أيضا نتحدث عن مسافة نستخدم it is يعني إنها تكون. it is time to go حال الوقت للذهاب. it's time to go نستخدم been مع الأزمنة التامة يعني مضارع تام ماضي تام مضارع تام مستمر ماضي تام مستمر مستقبل مضارع تام مستقبل وهكذا من الأزمنة التامة. he has been to USA لقد زار أمريكا. he has been studying English إذن هذا مضارع تام. he has been studying English صار له يدرس إنجليزية for مثلا 2 years لسنتين، إذن هذا مضارع تام مستمر. he had been studying English أيضا هذا ماضي تام مستمر. إذن been نستخدمها بالأزمنة التامة. لاحظ has been studying had been studying إذن دائما been يأتي قبلها have has وحالة الماضي had، يعني دائما نشوف been لازم يكون قبلها have been has been had been. نأتي الآن إلى be. دائما be نستخدمها قبل الأفعال الناقصة، درسناها قبل، الحب يروح على درس الأفعال الناقصة must would have to ought to should can وهكذا. إذن دائما بعد الأفعال الناقصة نستخدم be must be would be have to be ought to be should be can be. أيضا بعد to نستخدم be دائما to be. لاحظ the door will be opened
يعني سيفتح الباب. إذا هذا مستقبل مبني المجهول. نلاحظ بعد well استخدمنا been. لاحظ the door it. لا نستطيع أن نقول the door will is. دائما بعد الأفعال الناقصة يأتي المصدر. مصدر أفعال الكون be دائما. There will not be many players in the playground. يعني سوف لن يكون هناك العديد من اللاعبين في الملعب. لاحظ أيضا بعد well not استخدمنا been. لا نستطيع أن نقول there will not am, there will not is, there will not are. دائما بعد الأفعال الناقصة نعيد ونكرر نستخدم be. أيضا إذا كان عندنا أمر be careful يعني كن حذر, be brave كن شجاع وهكذا. إذا نستخدم be دائما إذا بداية الجملة نستخدم be مصدر أفعال الكون. أنا أقول am careful, is careful. إذا be careful. Not to sleep. إذا كن حذر بألا تنام. He should be hungry. يجب أن يكون لاحظ جاء. أيضا بعد should نستخدم be. لا نستطيع أن نقول he should is. نعرف أنه he تأتي بعده is. صح أنه is يكون لكن نستخدم be دائما. He should be. لا نستطيع أن نقول he should is. He must be fast. يجب أن يكون سريع. أيضا بعد must نستخدم be. He has to be brave. يعني يجب أن يكون شجاع. أيضا مثلا جملة I hope to be a pilot. يعني آمل أن أكون طيار. آمل أن أصبح طيار. نلاحظ بعد to أيضا نستخدم be. إذا مصدر أفعال الكون. إذا be دائما نستخدمها بعد الأفعال الناقصة بصيغة المصدر. أيضا ننتبه نستخدم أفعال الكون am is are was were وبي بعدها able to يعني قادر على. مثلا I am able to. نأخذ أمثلة. He must be able to read. يعني يجب أن يكون قادر على. لاحظ بعد must نستخدم be. التركيب هذا فعل كون و able to. هذا دائما التركيب مع بعض فعل كون و able to. يجب أن يكون قادر على القراءة وأن يقرأ. He was able to swim. كان قادرا أن يسبح. هي نفسها كان لكن لا نستطيع أن نقول he must can. إذا لا نستطيع أن نقول he must can to read. بدل كان نستخدم be able to. He must be able to. لماذا؟ كما قلنا بالأفعال الناقصة درس الأفعال الناقصة لا نستخدم فعلين ناقصين مع بعض. ماذا يعني فعل ناقص؟ لا نستطيع أن نقول I can in the sea. أنا أستطيع في البحر. إذا هذا فعل ناقص. ماذا يعني فعل ناقص؟ لا يمكن أن يأتي وحده في جملة يجب أن يتبعه فعل رئيسي. I can swim in the sea. لذلك سمينا فعل ناقص. لا نستطيع أن نقول He must in the sea. يجب في البحر. إذا هاي أفعال أو معنى أفعال ناقصة درسناها أيضا فيديوهات 5 أو 6 فيديوهات يحب يرجع عليها. He must be able to read. He was able to swim. I'm able to write. أنا قادر على الكتابة. They will be able to drive. سيكون قادرين على القيادة. نلاحظ بعد will نستخدم be able to. نحفظ التركيب هذا be able to أو were able to, was able to, am able to, is able to, are able to. الآن نأتي إلى being. Being نستخدمها بالمبني المجهول بحالة الزمن المستمر. The door is being opened. يعني يفتح الباب. لاحظ هذا مبني المجهول مستمر يعني مضارع مستمر مبني المجهول. لاحظ is being opened. إذا نسميه مضارع مستمر مبني المجهول. The door was being opened. كان يفتح الباب أيضا ماضي مستمر مبني للمجهول. إذا بالمضارع المستمر أو الماضي المستمر المبني المجهول نستخدم being بعد is بعد am is are بعد was were. إذا نستخدم being يعبر عن المبني للمجهول. أيضا being تأتي بداية الجملة بمعنى كونك. Being late يعني كونك متأخر. You couldn't finish the task. لم تستطع أن تنهي الواجب.
since you were late. إذا لاحظ since you were late يعني لأنك متأخر، لاحظ نستخدم بدال being. إذا being لوحدها هي كلها since you were. أيضا as you were، as you were لاحظ as you were late نستبدلها being. Because you were late، لاحظ because you were late. إذا نفس being. إذا since you were late، لاحظ you were late، you were late. بس استخدمنا since as because being يعني كونك. Being the owner of the car I drove it. يعني نفس الشيء. Because I was. لأني كنت مالك السيارة I drove it. إذن قدتها أو قمت بقيادتها. إذن being أيضا استخدمها بداية الجملة بمعنى كوني أو كونك أو كونكم. إذن بهذا الشكل أنهينا درسنا هذا اليوم، تكلمنا عن أفعال الكون، عن be كل حالاتها. قلنا أنه تأتي بعد الأفعال الناقصة فعل الكون be. أيضا تكلمنا عن أم زار استخداماتها، was where استخداماتها، أيضا been حالة الأزمنة التامة، being أيضا استخدمها بداية الجملة بمعنى كونك أو كونكم وهكذا. بهذا الشكل انهينا درسنا هذا اليوم، أتمنى قدمت شيء للفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.